تطور أمني في أفغانستان، قتل 5 مدنيين وجرح 25 آخرون في هجوم شنه المتمردون الإسلاميون في الصومال على مواقع حكومية في العاصمة مقاديشو. وحسب مصادر رسمية، لم يسفر الهجوم عن إصابة أي من عناصر القوات الصومالية أو الإفريقية المتمركزة في العاصمة. ويأتي هذا التطور بعد إعلان الاتحاد الإفريقي بناء على طلب من الحكومة الصومالية منح قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الحق بمهاجمة وملاحقة فصائل المتمردين في الصومال. يذكر أن عمل قوات حفظ السلام في البلاد كان يقتصر في السابق على حماية القصر الرئاسي وبعض المواقع الاستراتيجية التابعة للحكومة الصومالية.